المرجو الانضمام إلى قناة طبخ سهل وبسيط عبر الضغط على الزر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وشكرا لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم حل الكاسات أو تحلية رائعة وسهلة التحضير لبقايا الكيك. نبدأ على مرتب. لدينا بقايا من الكيك وكريم شانتي وفواكه، يمكنكم استعمال أي نوع من الفواكه تفضلونه، وحبات الكرز مصبرة وتمر مقطع إلى قطع صغيرة، كما يمكنكم إضافة الفستق والجوز. أضع الكيك في قاع الكأس. والكريمة ثم طبقة الفواكه. بعض حبات الكرز في جانب الكأس. ثم أضيف بعض قطع التمر. هذا هو الشكل النهائي. قمت بتزيين الكؤوس بكريم شانتي وببقايا الكيك وبالكرز المصبر وبسكر الشوكولاتة، والتزيين يبقى حسب الرغبة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو. لمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك في قناتكم طبخ سهل وبسيط بالضغط على الدائرة التي تظهر على الشاشة الآن، ولا تنسوا مشاهدة فيديوهاتنا السابقة، وشكرا لكم.